شايفين هذا التعليق ايش بيقول؟ السلام عليكم اخي ايهاب، عندي مشكلة اتمنى تحلها. انا حدثت برنامج الحماية على اخر اصدار، بس لما اعمل اللغة انجليزي شريط الجيم تيربو ما بيفتح وبيعطيني خطأ، بيعطيني خطأ. كيف الحل؟ الحل كالتالي، هنيجي على تطبيق الحماية ضغطة طويلة، ونيجي على المكان هذا اللي هو معلومات التطبيق، وبعدين في هذا المكان انت ممكن يكون عندك انجليزي، في هذا المكان تيجي تعملها هنا في المنتصف الغاء تثبيت التحديثات. حسنا، عملنا الغاء تثبيت التحديثات، حسنا تمام التمام. بعد ما تعمل الغاء تثبيت التحديثات ممكن تيجي على محدث تطبيقات النظام، اذا في تحديث يجيك او ما فيش تحديث خلاص تمام هيك 100%، اذا في تحديث اجاك للحماية حدثه تمام. وانا ان شاء الله كمان احط لك رابط تطبيق الحماية النسخة العالمية الجديدة، احط لك اياها في صندوق الوصف وفي قناة التليجرام، لانه انت اصلا بتكون منزل النسخة اللي مش صح، عشان هيك جهازك بطل يطلع الجيم تيربو. خلينا الان نحول الجهاز انجليزي ونفتح الجيم تيربو. فتحنا الجيم تيربو، هنضيف اللعبة طبعا اللي بدنا اياها عشان لسه عملنا الغاء تثبيت التحديثات، هنضيف اي لعبة بدنا اياها. وهتسحب زي هيك هتلاقي الجيم تيربو طلع معك تمام. حول جهاز انجليزي واعمل الخطوات اللي قلت لك اياها وتمام التمام. نلتقي في فيديو جديد، سلام.